في إطار مكافحة الجريمة الحضارية بشتى أنواعها وبعد الاستغلال الجيد للمعلومة من طرف عناصر فرقة البحث والتدخل، مكنتهم من توقيف شاب وفتاة يبلغان من العمر 35 و 38 سنة بحي الإخضرار بباتنا طبعا، وبحوزتهما 13 كبسولة كبيرة الحجم من الكوكايين الخام بوزن 275 غرام التي قام السالف في الذكر بجلبها من إحدى ولايات الجنوب الكبير ليتم تقديم المشتبه بهما أمام النيابة المحلية.